بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد يسري معاكم من EAS حلوان برانش برودكشن تيم الإنتاج. ازيكم يا باشمهندسين؟ أتمنى على الله إن انتوا تكونوا بخير يا رب في الأيام اللي احنا بنمر بيها ديت. هنتكلم معاكم النهاردة في تكملة الإنتاج بإذن الله زي ما اتعودتم. الماشينينج أوبريشن، هنتكلم معاكم النهاردة بإذن الله عن الماشينينج أوبريشن، وبالظبط وبالتحديد يعني في الماشينينج اوبريشن اللي هي المحاضرة التانية بتاع دكتور شريف الاتريبي. هنتكلم معاكم عن الماشينينج اوبريشن وايه هي الماشينينج اوبريشن ديت. زي ما هو باين في السلايد قدام حضراتكم كده، الماشينينج اوبريشن يعني يعتبر الصورة اللي انا حاططها ديت مثال مثلا بسيط على الحاجات اللي هنتكلم فيها في المحاضرة النهاردة بإذن الله. عمليات التشغيل الميكانيكي والماشينينج اوبريشن دي العمليات اللي فيها يعني انا عندي مثلا جزء من شغله ورك بيس، او عندي بلانك مثلا عايز اعمل فيه اجري عليه عمليه مثلا اوبريشن او كده، فديت اللي بيتم فيها ازاله جزء من الشغل. ومفيش في حياتنا مفيش في عمليه ملهاش اهميه ومفيش عمليه ملهاش لازمه الا كده ما كناش عملنا استخدمنا الماشينينج اوبريشن دي. طب الماشينينج اوبريشن دي بتعمل ايه؟ دي بيبقى لها دور أهم جدا جدا في تصنيع المنتجات. يعني طب ليه ليها الدور المهم دلوقتي؟ عشان في بعض الأسباب بتديني دقة أبعاد أفضل، بيتر دايمنشنال أكوريسي، بتديني دقة أبعاد أفضل، كمان بتحقق متطلبات السمات الهندسية. لو عايز برودكشن لو عايز برودكت مثلا بصفات معينة بديتيلز معينة مثلا، هي بتحقق الحاجات ديت. وبحتاج كمان وصفات معينة لأسرح الأجزاء، أو مثلا ممكن أعمل بالماشينينج أوبريشن ديت فينش لبرودكت مثلا، ممكن أنهي برودكت أظبطه خلاص يبقى هو صالح للاستخدام 100%. تمام، وزي ما اتعودنا في حياتنا كل حاجة فيها عيوب وفيها مميزات، كل حاجة فيها الحلو والوحش. تمام، مش معنى كده إن إحنا ما عندناش عيوب في اللي هي الماشينينج أوبريشن دي، لا عندنا عيوب زي ما لها مميزات بالظبط، بس العيوب دي بتنتج بقى عن طريقة الاستخدام الخاطئة، او الشخص اللي بيستخدم مثلا الماكينة اللي بعمل بيها فينش للبرودكت مثلا ما بيبقاش على قدر كامل من الكفاءة ان هو يستخدم الماكينة دي. تمام، والعيوب دي كمان بتتمثل باختصار شديد يعني في دقة المنتج. المنتج مبقاش دقيق، ما بيأديش الوظيفة اللي انا عامله عشانها. تمام، طب والنتيجة عن دوت إن التكلفة بتزيد، تكلفة المنتج بتزيد. إزاي بتزيد؟ يعني بستخدم غلط، يعني أنا بستخدم الماكينة غلط فهدر منتج. تمام، هيبقى عندي كمان هيبقى فيه برودكت أو في مثلا تولز كتير، أدوات كتير هتبقى فيلير، هتبقى متكسرة أو حاجات بايظة كتير. تمام، فدوت بيهدر كتير في المادة. تمام، تمام. طب في المحاضرة دي هنتكلم عن توبكس معينة أو بارامتر معينة لازم نبقى عارفينها كلنا، وهنتكلم عنها في المحاضرة اللي هو الفيديو دوت، عشان هنبقى بس في لينك ما بينهم نبقى على وضوح. هناخد كلاسيفيكيشن اوف كاتنج تول، وهنعرف هي كاتنج تول، وهنعرف ان الكاتنج تول عبارة عن مالتي كاتنج تول وسنجل كاتنج سنجل بوينت كاتنج تول اللي هي مالتي بوينت وسنجل بوينت. هنعرف الفرق ما بينهم دلوقتي بإذن الله. بس في اللي هنتكلم مش هناخد المالتي كتير، هنتكلم عن السنجل بوينت كاتنج تول، وديت ابسط حاجة بحيث ان احنا كمان بناخد مادة البرودكشن مادة سطحية مش بنتعمق فيها قوي. اللي هيخش ميكانيكا ويكمل هو ان شاء الله اللي هيتعمق فيها بإذن الله. السنجل بوينت كاتنج تول يعني مش عايزين نتعمق اكتر من كده، فهناخد ديت كمان. رقم اتنين هناخد رقم تلاتة هنتكلم على الكاتنج كونديشنز اللي هي كاتنج سبيد وكاتنج فيد وديبس اوف كات، هنتكلم عنها بإذن الله. ودي حاجة بنسميها بارامتر كده لازم اللي واقف على الماكينة يكون عارفها كويس جدا. يعني انا واقف، انا مثلا عامل او واقف على ماكينة بشتغل بعمل بقى وظيفة معينة، لازم ابقى عارف البارامتر ديت اللي هي كاتنج سبيد وكاتنج فيد وديبس اوف كات، عشان ديت من غيرها انا مش عارف اشتغل. وكمان وبحسب منها اللي هي الماشيننج تايم اللي هنتكلم عليها بإذن الله. تمام، طب تعالى نتكلم بقى عن اول توبيك في الفيديو النهارده اللي هي كاتنج تولز. تمام، قبل ما نتكلم عن الكاتنج تولز هقول يعني ايه هي التول، وشوية حاجات بسيطة كده يعني باختصار بسيط وباختصار شديد جدا. يعني
هي كاتنج تول، كلنا عارفين عدد القطع، اي حاجه عدد قطع مثلا زي السكينه زي المقص زي الحاجات اللي بنقطع بيها كلنا دي، تمام. وعدد القطع دي دايما دايما بتكون من ميتال واحده، يعني بتكون من ولازم الميتال دي كمان بتكون اكثر صلابه من الماده اللي انا بقطعها. يعني ما ينفعش مثلا زي المثل اللي بيقول لكل مقام مقال، يعني مثلا انا وليكن هقص ضوافري، تمام. يعني انا بحتاج القصافة، مش سوري في اللفظ هروح اجيب منشار او هروح اجيب مثلا مقص كبير جدا اللي بيقطع الحديد او اعمل بيه ضوافري، تمام. فكل مقام مقال زي ما اتكلمنا، فكل حاجة ليها كاتنج تول لوحدها. وقلنا يعني ولازمة الكاتنج تول اللي هي بنتريت، يعني بتتغلغل او بتخش في الماتيريال او المادة اللي انا عايز اقطعها في المعدن اللي انا عايز اقطعه مثلا، وبستخدم القطع بقى جزء محدد من الشغلة او البلانك اللي انا هشتغل عليه. ولازم كمان يبقى في فرص يعني كافية، او مش هقول لك كبيرة جدا او يعني، بس على حسب المادة اللي انت بتقطعها واللي انت بمثبت الكاتنج تول على الشغلة، حسب نوع الشغلة فبتطبق الفرصة على قوة كافية لأداء إجراء القطع، تمام. وكمان من صفات أو من سمات الكاتنج تول ديت لازم تكون مقاومة للتآكل عند درجات الحرارة المختلفة والمنخفضة، درجات الحرارة بقى المختلفة اللي هي المرتفعة المنخفضة أي درجة حرارة، المهم هي تبقى مقاومة للتآكل. لو جيت بقى اتكلم على الكاتنج تول والتقسيمة بتاعتنا، قلنا هي مالتي بوينت وسنجل بوينت. المالتي بوينت بتنقسم ل، طب تعالى ناخد السنجل بوينت الاول. السنجل بوينت يعني ايه؟ يعني انا بقطع عند نقطة قطع واحدة، بيبقى عندي عدد نقاط القطع بتبقى نقطة واحدة، بتبقى بوينت واحدة، ودي بنلاقيها في الشيبينج والتيرنينج في المقشطة والمخرطة. طب لو جيت اتكلم بقى عن المالتي بوينت، المالتي بوينت فينايت او فينيتي وانفينايت، تمام، محدده وغير محدده. عدد نقاط القطع بتبقى كتير، يعني بتبقى كتير جدا زي ما احنا شايفين في الاشكال اللي قدامنا. وهنتكلم لو عندي مثلا الدريلينج، المسقاب بتبقى معروفه مثلا متحدده، ديت فينايت بتبقى مثلا اتنين، بيبقى عدد نقاط القطع مثلا اتنين. لو عندي الميلينج بتبقى زي ما احنا شايفين كده، زي الاسطوانه مثلا اللي بقطع بيها السيراميك او اللي بقطع بيها الستيل او الايرون لو حد شافها يعني، فبيبقى عندي اللي هي السنان اللي هي بيقول على التيس، تمام، بتبقى عندي كتير، فاهم. فبتبقى في عدد نقاط قطع كتير. البروتشنج وديت تالت حاجة في الفونايت، دي بتبقى هي مش بالشكل اللي موجود بالظبط، بس هي بتبقى مقربة للمنشار، يعني بتبقى مقربة للمنشار بحد كبير جدا. لو جينا نتكلم على الانفينايت هنلاقي الجريندنج والابروشن، تمام. الجريندنج هتبقى زي اللي هو حجر الجلف، تمام، اللي هو بستخدمه في الرخام، تنعيم الرخام او تنعيم سطح معين او ما شابه، زي برضو الابريشن اللي هي ورق الصنفرة، او ورق الصنفرة وكلنا اكيد عارفينه برضو، بستخدمه لتنعيم اجزاء برضو من الخشب مثلا او من الجدار مثلا. الجماعة اللي هم بتوع اللي هو النقاش بيستخدم حاجة من دي. وبرضه بيبقى الصنفرة بيبقى لها عدد برضه سنون معينة، بيبقى معروفة مثلا بتبقى معرفة بصنفرة 600 أو صنفرة 1200 أو كده يعني، تمام كده. لو جينا خدنا السنجل بوينت كاتنج تول، زي ما اتكلمنا قلنا احنا هناخد حاجة بسيطة وهي السنجل بوينت كاتنج تول. لو جينا نقسمها لكومبوننت وإليمنت، هنقسمها لأجزاء وعناصر رئيسية فيها. الأجزاء بتاعتها بيبقى جزئين بس، بيبقى الشانك والكاتنج بوينت. الشانك دوت أو الشانك اللي هو العمود أو حاجة عاملة زي الدراع كده، بمسك منها الشغل أو بمسك منها الورك بيس أو البلانك اللي أنا بجري عليه العملية بتاعتي. الكاتنج بوينت ديت البوينت اللي التول بتأفكت عندها، يعني ايه النقطة اللي بيحدث عند القطع أو الأداة بتاع القطع بتأثر عندها، تمام. لو جيت خدت الاليمنتس بتاعتها بتاع السنجل بوينت كاتنج تول، هلاقي عندي فيس وتو فلانك، مين فلانك واند فلانك. الفلانك دلوقتي هو عبارة عن جناح وبيبقى في الغالب مائل، بيبقى مائل عشان ما ياكلش في الشغل اول ما باجي اعمل القطع، اتخيل معايا يعني. ويعني شفنا صور في محاضرة الدكتور شريف،
لازم يبقى مائل عشان ما يأثرش فيش ما يأثرش على الشغلة وما يهدرليش في الشغل قوي. تمام، بيبقى مين فلانك واند فلانك. لو جيت خدت الانترسكشن اوف ذا فيس ويز ذا فلانك ليدز تو ذا كاتنج ايدج، يعني ايه الكلام دوت؟ يعني عندي الجزء اللي هو بيربط ما بين الفيس الوجه دوت والتو فلانك اسمه كاتنج ايدج اللي هو الحد القاطع ما بين الفيس والفلانك، عندي حد قاطع. طب الحد القاطع انا عندي عندي تو فلانك وعندي وان فيس، يبقى عندي ايه؟ تو كاتنج ايدج. يبقى انا عندي حد، يعني عندي وجه وعندي جناحين، يبقى عندي حدين قاطعين. زي احنا قلنا كل فيس مع كل جناح او مع كل فلانك بيبقى في كاتنج ايدج. وزي الاكويشن اللي موجوده ديت، وان فيس بلس تو فلانك ايكوال تو كاتنج ايدج، وكاتنج ايدج بيبقى مين كاتنج ايدج و اند كاتنج ايدج. تمام، وعند الانترسكشن بتوين تو فلانك كولد هيل، الهيل دوت حاجه موجوده بين التو فلانكس، والانترسكشن بتوين التو فلانك والفيس اند هاز ريديوس دي بتبقى اللي هي النوز. تمام، هي بيبقى الجزء ما بين الفلانكين والفيس بتبقى عباره عن بوينت. تمام، بتبقى بوينت مش سطح، مش سيرفيس زي الكاتنج ايدج، بيبقى عبارة عن بوينت، والبوينت ده بتبقى شارب يعني. فلازم بعمل لها حاجة مثلا بحجر الجلف دوت مثلا، بعملها بيها بحيث ان هي ما تبقاش شارب قوي، بحيث ان هي مثلا او تنخبط في اي حاجة تنكسر، بخليها سوفت، بخليها ناعمة شوية، او بخليها كروية بيبقى لها ريديوس. تمام، نكمل كلامنا عن السنجل بوينت كاتنج تول. هنلاقي واحدة منهم كلاسيفيكيشن اكوردنج تو دايركشن. يعني ايه؟ يعني انا بحدد اتجاه القطع ازاي؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي إيه عشان بس نفهم الاول كده، عندي اداة القطع، بيبقى في اداة قطع اسمها اداة قطع يساري، واداة قطع اسمها اداة قطع يميني زي اللي موجود في الشكل الف وب. طب دوت القلم، بيبقى القلم بتاع القطع، واحنا عارفين حاجات بتاع القطع في الدريلينج والميلينج والترنينج واللي هم الاربع عمليات اللي عندنا. تمام، فعندنا اليساري، انا بحدد اتجاه القطع حسب اللارج كاتنج ايج، حسب الحد القطع الكبير. طب انا عندي اديتين قطع، هعرف ازاي احدد اتجاه القطع بيبقى فين؟ زي ما موجود كده، بتحط اليد بتاعتك والابهام هو بيبقى اتجاه اللارج كاتنج ايج زي ما موجود قدامك كده، اليميني واليساري بيبقى موجود، وبتحط ايدك بتحدد بايدك بالابهام، الابهام هو اللي بيحدد لك حاجه زي دي. طب انا عندي لو جينا نكمل برضه، هنلاقي في حاجه اسمها تايبس اوف سنجل بوينت كاتنج تول، اللي هي الانواع او الانواع بتاع السنجل بوينت كاتنج تول. هلاقي عندي سوليد تول وبريز تول وانسرتد بيت تول. ايه هي السوليد تول؟ قبل ما نتكلم عليهم نبقى عارفين ان السوليد تول والبريز تول ري جريندنج. يعني ايه؟ يعني قابلين للسن تاني، انا ممكن استهلكهم واسنهم زي ما هتكلم معاكم دلوقتي. يعني ايه اسنهم وكده؟ الانسرت بيت تول دي بتبقى ديزبوسر، بتبقى مستهلكه، او بعد ما بتستخدم 100% وبعد ما اخلصها بتوفر لي كتير زي ما هنتكلم دلوقتي ونقول. يعني بص، انا عندي دلوقتي القلم اللي انا بقطع بيه اللي هي بتاع الكاتنج تول دوت، مصنوع من ماده واحده، من ماتيريال واحد. كل لما بقطع بيه هو بيبقى عباره عن ليه سن شارب عشان يقطع، ويبقى عامل مثلا لو خدنا مثال السكينه، انا باجي اقطع بالسكينه، اول ما اقصها ما اقعد اقطع بيها فتره كبيره بتبقى عايزه تتحمى، بتبقى عايزه تتسن تاني عند اللي هو الراجل اللي بيحميها تاني او بيسنها تاني. تمام، فهو بالظبط هي السوليد والبريز دي نفس النظام. السوليد بسنها كل مدى بسنها يبقى لها شكل معين زي الموجود في الشكل دوت، وبتقطع. تمام، فبيبقى لازم اسنه تاني ودوت في السوليد. طب في جزء منها بيتهدر كتير والماتيريال دي غالية، ففي جزء بيتهدر. ففي فكرة تانية طلعت اللي هي البريز دي تول. واحنا صغيرين كلنا كنا بنعمل الحركة دي، لو القلم مثلا بتكتب قلم رصاص ومحتاج ضروره ومعاك اللي هو وفاضل في حاجة بسيطة جدا، كنت بتحط فيه لبيسة القلم الجاف، فكنت بتحطها فيه، كنت بتطوله شوية. هما نفس الفكرة بالظبط، خدوا الفكرة ديت وعملوها في اللي هي الكاتنج تول، عملوها في ادوات القطع ديت، حطوا لها توصيله من ماتيريال رخيصه شويه مش مستعملينها او كده، بس لو الموضوع برضو بيهدر وبجيب ماتيريال تانية وبهدرها وكده.
قال لك احنا نشوف فكرة تانية خالص اللي هي انسيرت بيت تول. وبيجي انسيرت بيت تول ده عبارة عن الكاتنج تول، بتبقى لها اربع فور كاتنج فور كاتنج ايدج، بيبقى لها اربع حدود قطع. يعني ايه؟ يعني انا بعمل حد وما بيستهلك خالص، بقلب على الحد التاني وبقلب على الحد التالت، ودي بتبقى متثبته في حاجه. يعني الكاتنج تول بس الماتيريال بتاعتها هي اللي بستهلكها تماما 100%، وما بهدرش كتير، وهي اللي بغيرها باستمرار، ودي بيشتروها جاهزه كده عامله او بيعملوها. فدي بتوفر كتير جدا جدا في الماتيريال معايا، بتوفر معايا في كوست، بتوفر معايا في كل حاجه، بتوفر لي تبع تكلفة، بتوفر لي مجهود، بتوفر لي كل حاجة، بتريحني بدل ما كل شوية سن. وممكن كمان مثلا اللي هي السوليد او البريز، زي ما بقولك هشيل بشيل كميات كبيرة، مش بعرف اشيل كميات كبيرة لان حجمها كبير. اما الانسيرت بيت تول دي بستخدمها، بتبقى حجمها صغير جدا، ممكن اشيل معايا 100 150 تول في شنطة مثلا، او في معايا احتفظ بهم في مكان ان انا بشتغل فيه مثلا، لو مكان ضيق شنطة او ما شابه يعني. طيب انت دلوقتي كلمتنا عن التايب في سنجل بوينت كاتنج تول، واتكلمت او كلامنا كان واضح ان انسيرتد بيت كاتنج تول ديت اللي مستخدمة بشكل كبير يعني، او هما اللي دلوقتي بقت مستخدمة جدا. طب ما تقول لنا هما بيستخدموها ليه، او الادفانتاجز بتاعتها اللي هي الميرات بتاعتها او المميزات بتاعتها. لو جينا نتكلم عنها هلاقي اول حاجه فيها سمول كوانتيتي اوف كاتنج ماتيريال، يعني انا بستخدم حته صغيره من المادة زي ما قلت لك، بتبقى جزء صغير من الماتيريال، وبيبقى لها 4 كاتنج ايدج، وده بيقلل لي بقى الكوست، وبيقلل لي السعر، بيقلل لي التكلفه، يعني بيوفر لي حاجات كتير جدا يعني في الماني وكده. رقم 2 ايزي تو ريموف اند ريبليس، زي ما قلت لك بتنحل وتتركب، يعني انا بستهلكها تماما، بقدر استهلك كاتنج ايدج، بغير على التاني على التالت على الرابع، خلصت خلاص ما عادش عندي ماتيريال، انا استهلكت الماتيريال كم، وفرت لي في كل حاجه، فهي سهله ان انا احلها واستبدلها. ورقم 3 نو هيت افكت دو تو ريتشارب ريتشيبنج سوري. فعندي اما باجي الحم او سن في اللحم ده بيبقى فيه حراره، والحراره ديت احنا عارفين، او لو ما حدش عنده المعلومه يعني، ان الحراره بتاثر على الماتيريال جدا، بتاثر على الماده، وبالتالي هنا مش هعمل بقى سن ولحام، ويعني ما فيش حراره، ومش هيبقى في ضرر على مش هيبقى في ضرر على الماتيريال او عندي على الكاتنج تول دي. بريزنج كيبنج سمول بيت رازر ذان لارج تول، زي ما احنا موجودين وزي ما اتكلمنا، ديت الادفانتجز بتاع انسيرتد بيت كاتنج تول، او هما ليه بيستخدموها بشكل عامة، او هي ليه اللي مسيطرة على الكاتنج تول في الاستخدام بتاعتها دي. لو جينا اتكلمنا عن تاني او تالت بارامتر في الفيديو، هنتكلم اللي هي الكاتنج كونديشن، وعرفنا ان هي عبارة عن 3 حاجات، ولازم اللي يبقى واقف على المكنة التقني اللي واقف على المكنة لازم يبقى عارفهم عشان يعرف يتعامل مع المكنة، وهي المين موشن والفيد موشن والاكزيلاري موشن اللي هي الديبس اوف كات، الفيد موشن اللي هي الفيد، والمين موشن اللي هي السبيد، لازم يبقى عارفهم، وكمان بستخدمهم في حساب الماشيننج تايم. لو جيت على الكاتنج سبيد رمز ده بالرمز فيه، بتتقسم للروتيشنال ودينيال. الروتيشنال هي في التيرنينج والدريلينج والميلي، اما اللينير في الشيبنج اللي هي المقشطه بس. فانا عندي كاتنج روتيشنال اللي هي الفي، الكاتنج سبيد مثلا، الكاتنج سبيد قصدي هي روتيشنال، هاخد منها اول حاجه روتيشنال برمزها برمز في. الفي بستخدمها قانون عامه، الباي في الدي في الان كل على 1000، وديت اليونت بتاعتها بتبقى متر على المينيت، تمام كده. واستنتاج القانون هو سهل يعني، بس مش لازم علينا، فانت بس اعرف القانون دوت لان احنا بنستخدمه في الروتيشنال، هو مش حكاية القانون مش علينا، بس الاثبات مش هيجي في الامتحان يقول لك اثبت لي القانون، هو القانون بدأ من الاوميجا وبدأ من كده، يعني ما حبيتش اجيبه عشان ما نطولش كتير يعني، بس لو حد محتاجه وكده فيسيب كومنت واحنا نجاوب عليه. والفي بتساوي الباي في الدي في الان الكل على 1000، تمام. دوت هستخدمه في حل المسائل وكده، دوت منت لكل متر بير منت،
اليونت بتاعتي، والدي عندي بالمليمتر، والان ريفوليوشن بير مينت. ريفوليوشن بير مينت يعني لو عندي موتور مثلا بيعمل لفه في دقيقه، فديت الان بتاعته. لو عندي انا بستخدم الدي عشان بقلل نسبه الخطا. لا طب انت ليه ما بتستخدمش الراديوس؟ ما انا لو استخدمت الراديوس برضه لازم هجيب الدي، وبعدين هعمل اوفر يعني هقسمها على 2، فيبقى في نسبة خطأ تطلع في الأرقام أو كده، أو علامة، أو بقرب رقم برقم 10 مثلا بقربه. فاحنا عشان ما يبقاش فيه نسبة خطأ كبيرة فبنستخدم الدايمتر. لو جينا خدنا رقم 2 واللي هي كاتنج سبيد لينير، بقى هناخد عندي حاجة اسمها كيو ار ام كواك ريتيرن ميكانيزم، اللي هي دي بتبقى في مثلا في الشيبنج في المقشطة. لو شفنا المقشطة وهي بتقطع بلاقيها بتقطع في الرايح وهي رايحة بس، أما في الراجع مش بتقطع لأن هي بترجع بسرعة. فهم عملوا الميكانيزم دوت اللي هو كيو ار ام دوت مخصوص للشيبنج. تمام، زي ما موجود في الرسمة اللي قدامك، في زاوية ألفا وفي زاوية بيتا. الزاوية ألفا اللي هي زاوية القطع، زاوية القط. تمام، اما البيتا زاوية الراجع، وانا برجع بتبقى بيتا، والمكنة او الماكينة دي بترجع في الرجوع بتبقى اسرع من وانا بقطع. تمام، يعني السرعة بتاعتها وهي بتقطع بتبقى اقل من السرعة وهي راجعة، والعكس في الزمن، يعني الزمن بتاع القطع بيبقى اكبر من الزمن وهي راجعة. تمام، لو خدنا الالفا هقول اللي هي ذا كاتنج ستروك، ذا كاتنج ستروك انجل اللي هي زاوية القطع او زاوية المشوار، سورك في يعني مشوار في الرايح، والبيتا في الريتيرن، والان احنا عارفينها ريفوليوشن بير مينيت اللي هي بتبقى الار بي ام. وكمان لو جينا بصينا هنلاقي في ال اللي هو الكاتنج ستروك لينث بالمليمتر، اللي هو بيبقى من طول المشوار ستروك في الكات والريتيرن، بيبقى طول المشوار الرايح والراجع مع بعض، يبقى طول المشوار على بعضه. وعرفنا ان ال n روتيشنال سبيد او الروتيشن سبيد اللي هي ال RPM. طب انت بتضحك علينا ولا ليه؟ ليه انت بتقول لي الحركة لينير؟ طب ايه اللي جاب ال n؟ ايه اللي جاب حركة دورانية هنا؟ هو اللي بيشغل المكنة مثلا مش دوت بيبقى موتور؟ ال n هنا دي بتبقى حركة الموتور. انا اتكلمت معاك لو موتور بيعمل مثلا لفة كل دقيقة، لفة كل دقيقة بيبقى اللفة في الدقيقة بيعمل لفتين كل دقيقتين كده، فدوت ديت ال n ده بتاعة الموتور ذات نفسه. عندي كي ديت الكات تو ريتيرن ريشيو اللي هي النسبة بين زاوية الألفا اللي هي زاوية الرايح والبيتا زاوية الراجع، وتقريبا بناخدها باتنين على طول. ومن خلال دوت هستنتج القانون، من خلال اللي اتكلمنا عليه ده هنستنتج القانون اللي هو ال V بتساوي لين واحد، مش لين اللي هي اللوغاريتم اللي هي ال في ان، يعني ال مضروبة في ان مضروبة في واحد زائد كي الكل على ألف مضروب في الكي، ودي بتبقى الوحدة بتاعتها بتبقى منت بير بتبقى متر بير يون بير منت متر بير منت. والقانون تاني اللي فيه مش لين اللي هي لوغاريتم، بتبقى ال اللي هو طول المشوار اصلا اللي هو كاتنج ستروك لينث اللي هو الطول الرايح والراجع، والان بتبقى اللي احنا قلنا عليها الار بي ام اللي هي ريفوليوشن بير مينت. احنا كده اتكلمنا عن اللي هي الكاتنج سبيد اللينير والروتيشنال، وعرفنا ان اللينير بتستخدم في الشيبنج، والقانون اللي فات اللي هو بتاع الفي بتساوي ال في ان في واحد زائد كي على الف كي بيستخدم في الشيبنج بس اللينير. وعرفنا ان الروتيشنال والقانون بتاعها بيستخدم في الميلينج والدريلينج والميلينج. عندنا ثلاث حاجات، الميلينج والدريلينج والترنينج. تمام، لو جينا نتكلم على الحاجة التانية وهي الفيد والفيد ريت اس واس داش، الاس ديت اليونت بتاعتها مليمتر بير ريفوليوشن، والاس داش اليونت بتاعتها مليمتر بير مينيت، والاس زد ديت فيد بير توس ان واليونت بتاعتها ان مليمتر بير توس، ودي بتبقى عدد السنان وكده زي ما اتكلمنا في الاول، وعرفنا عدد السنان بنحسبها ازاي او بتبقى في الاشكال اللي موجوده قدامي او كده. وفي قانونين بنستخدمهم اللي هو الاس بتساوي زد في اس زد، والاس داش بتساوي ان في اس. ايه هي الزد وايه هي الاس زد؟ زي ما اتكلمنا الفيد بير توس ان مليمتر بير توس،
الزد ديت نمبر اوف تيس، تمام، اللي هي عدد الاسنان بتاع الكات تول اللي انا بقطع بيها. والاس داش دي بتساوي الان في الاس، وانا عارف ان الاس بتساوي اللي هي الفيد اللي هي ملي متر بير ريفوليوشن، اللي هي مثلا والان اللي هو احنا عارفينه بالار بي ام، ودي بس بستخدمها في الميلينج والدليلينج، فيد والفيد ريت، القانونات والقوانين اللي موجودة قدامي بستخدمها في الميلينج والدليلينج جاست فقط لا غير، تمام كده عشان نبقى بس في لينك بين. لو جينا نتكلم على رقم 3 وهي الديبس اوف كات، برمزها بالرمز ايه، وديت التعريف بتاعها والديفينيشن بتاعها perpendicular distance between work surface generated and machined surface. ما لناش دعوة بواحد وتلاتة، لان انا كنت كاتب الرسمة بس معرفتش احطهم على الرسمة يعني، تمام، فدمت عادي ما ناخدش في اللي اعتبر فيهم يعني. هي عبارة ال depth of cut دي المسافة بين بداية القطع لحد ما خلصت ونهيت القطع خالص، يعني لو عندي شغلة وعندي ارتفاعها مثلا 50 أو 60 قبل القطع وبعد القطع بـ40، وجيت اقول لك الديبس اوف كات هتقول لي الديبس اوف كات بتاعها 20، هقول لها غلط، الديبس بتاع كات الديبس اوف كات بتاعها 10، ان انا بقطع من الجهتين بيبقى النص والنص بيبقى 10، باخد الـ40، باخد الديامتر بيفور والديامتر افتر، بعد الديامتر بعد وقبل، وبطرحهم من بعض وبقسمهم على الاثنين، 60 ناقص 40، 20 على الاثنين ب10، تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اول 3 توبك اللي هي classification of cutting tools، وخدنا منها single cutting tool، وخدنا واتكلمنا بقى في السنجل بوينت كاتنج تول على الاليمنتس بتاعتها والكومبوننت بتاعتها، وخدنا الكاتنج كونديشنز اللي هي ديبس اوف كات والفيد واللي هي السبيد مين موشن والفيد موشن، واتكلمنا عليهم. هناخد فاضل بقى الماشيننج تايم. الماشيننج تايم، الماشيننج تايم برمز ده بالرمز تي ام، بتساوي هنقول القانون بتاعها بتساوي ال L في ال I توتال او كل على S داش، احنا عارفين ان ال S داش بتساوي ايه. هنتكلم فيها شوية عن لو بصينا للشكل اللي قدامنا هلاقي في حاجة اسمها ال دبليو اللي هي دول طول الشغلة، وال ال ايه وال ال بي. ال ال ايه بداية من محطية أداة القطع، وال ال بي بعد ما نهيت القطع دوت اللي هو بيبقى زي ما موجود في الشكل اللي فوق على اليمين. لو جيت بقى اطبق في القوانين عشان نبقى نطبق قوانين ومسائل وكده، هعرف ان التيم بتساوي ال في اي كل على اس داش، هعرف ان ال ال بتساوي ال ايه زائد ال وورك زائد ال بي، وال ال ايه وال ال بي دوت، ال ال ايه اللي هو الابروتش ديستانس وباخدها ب 2 ملم تقريبا يعني، وال ال دبليو اللي هي الورك لينث طول الشغله، وال ال بي اللي هي بعد ترافل ديستانس بعد ما خلصت خالص اللي هي برضو باخدها ب 2 ملم. لو جيت احسب الاي عايز اعرف الاي هي بتساوي ايه، بتساوي اتش على ايه، ايه هي الاتش وايه هي الاي، عارفين ان الايه ديبس اوف كات، وعارف ان الاتش هاخدها الماشيننج الاونس اللي هي التوتال ديبس تو بي ريموفد اللي هو اللي انا نزلته كله، اللي هو مثلا انا كان عندي انا نزلت 20 مثلا، القطعه كانت 60 بقت 40، اللي هو التوتال ديبس تو بي ريموفد اللي انا نزلته كله كان 20، باخد 20 والديبس اوف كات كان عندي 10، يبقى 20 على 10 فيها الاتنين، يبقى انا عندي عدد مرات القطع اللي هي الاي دي بتساوي 2، والاي دي باخدها الانتجر زي مثلا يعني لو طلع عندي 1 و1 من 10 باخدها الاقرب انتجر اللي هو هيبقى 2، 1 و1 من 10 ما تقوليش 1 2، بعد الواحد من 1 و1 من 10 ل 1 و9 من 10 ديت 2، من 2 و1 من 10 ل 2 و9 من 10 ديت بتبقى بتقرب لـ3 زي وهكذا بقى. والفي برضو قانون الفي اللي بطبقه عشان القانون اللي هنستخدمه النهائي بعد اللي مكتوب ده كله، الفي بتساوي الباي في الدي في الان، بس الدي هنا اللي هي دي اللي هي الدي بتساوي هنا الدي اما هتساوي دي قبل زائد دي بعد على الاثنين، تمام، الدي قبل زائد اللي هي الافريج، الدي الافريج المتوسط بتاع اللي هو قبل وبعد،
مثلا كان قبل 50، بعد ب 40 بجمعهم على الاثنين، بجمعهم وبقسمهم على الاثنين، بجيب الدي ام دوت عشان نبقى عارفين الدي ام بس. والان احنا عارفين الار بي ام تبقى موجوده في المساله، وكل على 1000. وعندي الاتش، بجيب الاتش ازاي، بتساوي الدي ناقص الدي قبل وناقص الدي بعد، وبقسمها على الاثنين. في فرق ما بين الاتش وفي فرق ما بين الدي افريج اللي هي برضه بتستخدم الرمز دي ام، بتبقى قبل وبعد. خلي بالنا ناخد قبل وبعد، قبل ناقص بعد على الاثنين يدينا الاتش، قبل زائد بعد على الاثنين بيديني الدي ام. والاي زي ما احنا عارفين ان هي بتساوي الاتش على الايه، واخدها الاقرب انتجر. وركز لما اجي تاخد الاقرب انتجر وعشان ما انتهش. لو جينا نتكلم بقى عن التيرنينج، مثلا ناخد منها حاجتين او بي، ناخد اللونجيتيودينال تيرنينج. اللونجيتيودينال تيرنينج هنتكلم فيها عن القوانين اللي موجودة، عشان هو جزء كله قوانين وكده، الجزء دوت مش مفهوش كلام كتير يعني، فنركز في القوانين بتاعته ونعرف هي ازاي وكده. عندي الاتش زي ما اتكلمنا، اللي هي الماشيننج الاونس، اللي هي بتساوي دي قبل ناقص دي بعد على الاثنين. والال زي ما شفنا في اتكلمنا قبلها قبل دي، ال دبليو والال ايه والال بي والال ايه والال بي اللي هو قبل وبعد، والال دبليو اللي هو طول الشغل الكامل او طول البلانك اللي انا بشتغل عليه، واللي بي نفس القانون اللي فات، يعني هو يعتبر نفس الحاجة اللي انا بستخدمها وكده. والاي بتساوي اتش على ايه، وكان في امثلة في المحاضرة برضو امثلة موجودة، وما حبيتش ان انا اجيبها علشان برضو ما اطولش في الفيديو، علشان ان في كمان نظام ال يعني نظام الدنيا هتمشي ابحاث 90% يعني، فمش هيجيب لي في البحث مسألة، فاهم؟ فاللي هيكمل في ميكانيكا ولا اتعمق ان شاء الله، فانا بس بنحاول نساعدكم. اكيد في ناس هتبقى بتقول انتوا ليه بتنزلوا فيديوهات، بس احنا حابين نساعد. في ناس اكيد محتاجة، في ناس مذاكرتش، في ناس محتاجة تعمل مثلا، ده ممكن يفيدنا في البحث كلنا. في ناس مش هتبقى عايزة تتفرج على الفيديو في كده، فمش عايزين نحط حاجات مش هتفيدنا. تمام، احنا عايزين بس اللي هيفيدنا دلوقتي واللي مطلوب ان احنا ننفذه كده. هنتكلم عن تاني حاجة وهي الفيس تيرنينج. معلش السلايد مكتوب فيها الرقم ايه، هي غلطة بس معلش يعني. هنتكلم على القوانين بتاعتها. ال L بتساوي ال W زائد ال A. طب فين ال بي؟ مفيش ال بي، زي ما احنا شايفين في الشكل كده، القطع بيبقى بالشكل ده، بيبقى قطع في الفيس بس، بيبقى لان رقم ايه اللي هي لونجيتيودينال بيبقى قطع طولي، اما هنا القطع في الفيس، فبقطع لحد نص القطر، فمفيش دايمتر، مفيش انا بقطع جهة واحدة في ال بي ال ايه بس، مفيش ال بي، ال بي بصفر. تمام، ال ال دبليو هنا بتاع الشغلة بيساوي الدايمتر على الاتنين، الشغلة اللي قطعتها كله بيبقى الدايمتر على الاتنين. تمام، وال في نفس القانون اللي احنا مستخدمينه، بس ال دي ام هنا هتختلف، لان ال دي رقم اتنين اللي هي اصلا بتساوي ال ال بي بتساوي زيرو، ال دي زائد زيرو كل على الاتنين، وال اي هتساوي ال اتش على الاتنين. وزي ما احنا عارفين ان ال اي دي باخدها لأقرب رقم انتجر. والاي هنا تقريبا دكتور اتكلم عليها، ان هي باخدها برقم واحد على طول، يعني باخدها بحطها بواحد، بحط ال اي بحطها على طول واحد، يبقى الاي بتساوي اتش على ايه والاي بواحد، يبقى الاي بتساوي الاتش، وباخدها الاقرب انتجر عندي. تمام خلاص، احنا كده هنتكلم في اخر حاجة اللي هي الميلينج اوبريشن. دي اخر حاجة في الفيديو ان شاء الله، اخر سنة هنتكلم فيها. والماشيننج الاونس، وهي هنتكلم فيها عن القانون بتاعتها، ان ال بتساوي ال اي بلس ال دبليو بلس ال بي، او ال ال ايه وال ال بي ممكن نحطهم بدايمتر على الاثنين، او نحطها ب 2 متر، وال ال دبليو بتساوي دايمتر على الاثنين. وعندي الاتش هنا بتاع السيكنس بفور اللي هو الماشيننج الاونس، بيساوي السيكنس بفور ماينس السيكنس افتر اللي هي تي كابيتال ماينس تي سمول. والفي عندي الباي، دي توتال هنا بيبقى بجمع دي قبل ودي بعد، بجمعهم الاثنين مش بقسم على حاجة، هيبقى الدي كله. والان وكل على 1000 هنا، واستخدم القانون اللي هو بتاع الفي. احنا زي ما اتكلمنا ان قانون الفي ماشي معانا في كل الحاجات،
ما عدا اللينير اللي هي بتاعة الشيبينج، إن لها قانون لوحده. بتمنى إن أنتوا تكونوا بخير دايما، وبتمنى كمان إن المعلومة تكون وصلت. وزي ما اتكلمنا، هنتكلم في معلومة هنستخدمها في البحث اللي هو بنسبة كبيرة هيتطبق إن شاء الله. وما حبيتش أن تخش في تفاصيل أوي كتير، وحبيت عن حاجة تكون حاجة حلوة ليكم. بتمنى إن احنا نعمل البحث على خير ونكون بخير دايما يا رب. وبتمنى تكون المعلومة وصلت. وما تنسناش من دعائكم، احنا دايما معاكم، دايما هنجاوب على أسئلتكم. أي سؤال هتحتاجوه، أي حاجة هتحتاجوها إن شاء الله احنا معاكم فيها. تسألوا المندوبين، هيقدروا يتواصلوا معانا. هتسيبوا في الكومنتات، احنا معاكم EAS Production Team، مش هنسيبكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.